سلام، كيفكم اصدقائي؟ كيف صحكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير اصدقائي. معكم عدنان شابي ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو هو شو هو الخلاف بين جواني وبيسان، وليش جواني ما عاد يظهر مع بيسان، وليش بيسان شالت الفولو عن جواني، وليش جواني شال الفولو عن بيسان. اليوم راح نوضح كل شيء بالفيديو. تابعوا الفيديو. اصدقائي، جواني نزل بوست على الانستغرام وقال، يعني من زمان، من قبل سنه، من اول سنه انا راح احط لكم البوست هون، ان هو بيسار راح يبلشوا بمشروع جديد، هو المشروع برنامج هيك عايشين ويمسوا، كانوا مبتدئين. بيسان مبتدئه كثير على اليوتيوب، كان لا عنده لا متابعين على اليوتيوب ولا شيء، كانت عنده صفحه على فيسبوك وعلى يوناو. جواني كان صار له سنه مبلش وعنده 300,000، وبلشوا يسووا وحاكين انه بالبوست، يعني دي صوروا تقريبا سنه مع بعضهم، وان بطلت اكثر من سنه، والزلمه فتح شغله هون بتركيا واهله بتركيا، الزلمه فتح شغله هون وعاش هون. بلشت العالم تحكي على جواني ليش تقتل مع بيسان، وشو هو سبب خلاف جواني لحتى اجى من المانيا لهون لتركيا، ايش هو السبب؟ اصدقائي، السبب هو الزلمه قال 1000 مره على الفيسبوك حكى، وعلى الانستغرام حكى، وعلى اليوتيوب حكى، لا في خلاف ولا شيء، وانهم يضلوا اصدقاء ورفقه، بس الخلاف الوحيد ان هو اهله هون وشغله هون ورزقته هون. يعني ايش السبب يروح يضل متهجر برا اذا عايش بين اهله ورفقاته وشغله هون؟ ايش السبب ينتقل لبرا؟ والعالم بلشت تطالع اشاعات ليش شلتوا الفولو عن بعض، وليش بيسان حذرته على انستغرام. هلا جواني حكى ان في مشاكل ما خرج يحكيها كلها على الكاميرا، يعني قال ما ضروري يحكي كل المشاكل على الكاميرا، لان اذا حكى مشكله بسيطه العالم راح تكبره، اوه سيئه كثير كبيره. لهيك ما في لا مشاكل ولا شيء، الزلمه عمال يقول اني رزقي هون وشغلي هون. يعني ما بعرف، شعبنا بحب بس يلتو يا جن. اصدقائي، لو وصلنا لنهايه الفيديو، اذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك واشتراك وفعل علامه الجرس. احبكم.